لما تزهق المدرس بتاعك في الحصة وجيه الدور على مين بعد كده يا اولاد؟ على احمس بقى انه هو يطارد الهكسوس. وكان يا اولاد ذكي جدا. ايه ده انت بتعمل ايه يالا؟ باكل اصلا انا جعان، ولو ما اكلتش هيجي لي مزق في عزمه التركوه. عزمه ايه يا اخويا؟ التركوه يا مستر دي بتكون جنب سبع الرجل الصغير. بس يالا اسكت، والاكل بعد الحصه مش دلوقتي كده. احنا نبدا نسال في اللي شرحناه. محمد، مين اللي طرد الهكسوس من مصر؟ انت يالا. ايوه مين اللي بيخبط؟ انت عايز ايه يا ابني من امي؟ ارحمني بقى. والله ما عايز حاجه منها، وانا اعرفها اصلا. منك لله. قول لي مين طرد الهكسوس من مصر؟ محمد علي كلاي. يا نهار اسود يا ابني، مين طرد الهكسوس يا ابني؟ ما تقرفناش في ام الشغلانه دي. اوعى تكون شاكك فيها يا مستر ان انا طردتهم، والله ما اعمل كده. هقول لك على حاجه، اجور من هنا يالا، انا مش عايز اشوف وشك تاني. خلاص حاضر. ايه ده، ولا يكونش عم حسين بتاع الطعميه هو اللي طردهم؟ غور من هنا يا ابني. يا لهوي،